قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تأجيل مباريتي الأهلي أمام فريقي الأسيوطي والنصر في الدوري الممتاز بعد صعود الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين قد أعدت هذا القرار مسبقا، وكانت تنتظر نتيجة مباراة الإياب أمام النجم الساحلي لتأكيد التأجيل بشكل رسمي واختار الأهلي والنصر والأسيوطي به. يذكر أن الأهلي خاض 3 مواجهات في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث تعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل منهما، وفاز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، والرجاء برباعية مقابل هدف.